الحجازي الجميل. مرحبا بك يا دكتور يا سمير. انا انت يا فنان حبيبي طبعا حبيبي. انت هو ما شاء الله عليه يعني ما يبان، لكن هو من الفنانين القدم الطيبين اللي تربوا على الاساس الفني، يعتبر فنان قدير حبيبي. ما هو عشان مجامله في وجهه، لا والله ما جامله، لانه من الاجيال اللي نشأ. لا تصدقوا ما باشمهندس. الله يحييك اخوي هاني، دكتور هاني سفير الفن السعودي، نورتنا وشرفتنا حبيبي. نور نوركم، وجده غير، وجده ان شاء الله تتالق. قولوا لي ليش ليش دكتور العطار هذا الشيء ما هو موجود؟ جيران في الحفل، هذا الشيء مستحيل. جيران الطاوله، هذا الشيء مستحيل. عليك زودي دكتور. حبيبي تسلمي دكتور. بدات اكتب النوفلز اللي هي الروايات الطويله عربي وانجليزي، برضو بيقولوا عني الناعه والتعاونيه. جميل جدا اننا نرى الان انه في خطوه للوطن، وخلينا نتكلم عن الوطن كتعاونيه في غياب هذه الجمعيات على مستوى الوطن العربي، هذا جميل جدا. ولا شك عندما تكون ربحيه، لان احنا يمكن الجمعيات الخيريه بهدلتنا شويه، احنا بدانا بوضع صعب جدا وكان كل شيء خيري، كل شيء يسند الى، فطالما في بزنس ورجال اعمال اكيد الربح حيكون جميل. الحقيقه أنا لما طلبوا مني الانضمام لصناعة أفلام وجروب وتعاونية صناعة أفلام سينما، كان عندي شغف جدا في هذا الجروب. الله يعني هذا أنا في رأيي كبداية جديدة قريبة في الميدان نستغلها إلى أن نصل إلى جوليود. إذا طلع المصطلح جوجل جوليود طالما من جدة. عموما أنا أرحب بكل الزملاء ما شاء الله، فهد الدوسري والمخرجين والأساتذة، في زميلاتنا طبعا كان في شغف. وعلى فكرة ذكرت على كنت أناقشها على مسرحة أنه أول مرة أسمع أنه في سيناريست امرأة، يعني كويس هاي قدام. أنا أول مرة أعرف أنه في سيناريست امرأة. تعرفني، شرفت أني شفتك، الله يديك طول عمر، وفرصة سعيدة أني شفتك. وأنا كمان